بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة الفصل الأول أو بدء الدراسة الفصل الأول من العام الدراسي 2020-2021. نتمنى لكم بداية طيبة وموفقة بإذن الله تعالى. ربنا يحمينا ويحميكم إن شاء الله من شر الوباء وشر البلاء. هذا الفصل يعني فرصة للي ما حسنش الفصول الماضية إنه يحسن ويظبط معدله ويجيب درجة كويسة. يعني ما حدش يقول والله انه انا خلصت، انا خلص معدلي ثبت على هيك وبقدرش اعدل وبقدرش احسن. لا طبعا، الجميع بيقدر يحسن من معدله. لو واحد اهمل في دراسته حينزل المعدل، ولو واحد ظبط في دراسته وشد حيله برضه حيطلع المعدل. فان شاء الله نتمنى لكم بدايه موفقه وطيبه باذن الله. هنكون معكم في الفصل الاول في ماده اللي هو تمريض الامومه، اللي هو الماتيرنتي نيرسينج. هذا المساق زي ما احنا عارفين مساق تخصص نيرس 33/17، 3 ساعات. الدراسة فيه حلوة، مش صعب. المساق مساق يعني حلو كتير، خصوصا بعد ما درست تمريض صحة البالغين 1 وتمريض صحة البالغين اللي هو 2 فيها. مساق يعني مش صعب، في متناول الجميع. الكتاب حيكون تبع المساق، هنحطه على الكلاس روم، حيكون عند ابو انس في المكتبة، وابو انس حيوصلكم اياه للي حيطلب الكتاب ان شاء الله تعالى. هذا المساق بتحدث عن اللي هو المفاهيم الأساسية لتمريض الأمومة، لموضوع اللي هو الحمل، لموضوع الولادة، لموضوع فترة ما بعد الولادة. هنتحدث عن دور اللي هو التمريض في جميع مراحل الولادة، تمام، سواء في عملية الحمل نفسها أو في اللي هو الولادة أو في مراحل ما بعد الولادة. هنتحدث عن اللي هو المشاكل اللي بتخص الحمل في فترة اللي هو يعني 9 شهور. هذا المساق بيتحدث عن عدة مواضيع، من ضمنها البرينيتال كير، يعني هنتحدث عن موضوع اللي هو البرينيتال كير، ايش المفاهيم الأساسية في موضوع البرينيتال كير. هنتحدث عن موضوع الماتيرنال ادابتيشن اند بريجنانسي، عن الكومبليكيشنز البريجنانسي، المشاكل اللي بتخص فترة الحمل وايش بيصير عندنا في فترة الحمل، واللي هو كل الامراض اللي بتخص فتره الحمل اشهرها هنترسهم، وايش دور النيرس في هذا الامر. وحنتحدث عن اللي هو البيرث بروسيس، كيف عمليه الولاده بتتم، وايش المشاكل اللي بتصير في عمليه الولاده ودور النيرس في هذا اللي هو الامر. حنتحدث ايضا عن موضوع اللي هو مرحله البوست بارتم، مرحله ما بعد اللي هو الولاده. الهدف من هذا المساق نتعرف على المفاهيم الاساسيه لموضوع اللي هو تمريض الامومه، مفاهيم الحمل، مشاكل الحمل، ونتعرف على اللي هو موضوع الولاده نفسها، كيف بتتم عمليه الولاده، وكيف اللي هو المشاكل اللي بتخص في عمليه الولاده. حكون في معكم ان شاء الله في مساق اول باول، كل محاضره حتتم في خلال اللي هو الاسبوع. كل اسبوع عندنا محاضره، المحاضره حتنزل في وقتها يعني الطبيعي، يعني من جدول النموذج، يعني نفتح جدولنا النموذجي، تمام، وحنلاقي المحاضرة في نفس الوقت تبع جدول النموذج حتنزل فيه، يعني بقدر الإمكان حنلتزم في الجدول النموذجي بإذن الله تعالى. حيكون طبعا في لقاء بث مباشر مع الطلبة بعد ما ننتهي من المساق، بعد ما ننتهي من شرح المادة نفسها، من شرح اللي هو المحاضرة، حيكون في بث مباشر للطلبة، نسمع استفساراتهم، طرحاتهم، شغلات يعني اذا الطالب مش فاهم شغله نعيد له اياها. ايضا اي شغله الطالب مش فاهمها مستعد يعني اشرح له اياها ثاني مره ومرتين وثلاثه، حق الطالب انه يفهم، وواجب علينا انه احنا نعيد ايضا للطالب، مش فيها مشكله في هذا الامر. موضوع يعني الاختبارات، يعني يفترض نلتزم في جميع الاختبارات الموجوده في الماده. عندنا 4 اختبارات حطيت انا اللي هو على الصفحه على الكلاس روم، كم اختبار عندنا. حيتم التنبيه قبل بوقت محدد من الاختبار انه في عندنا اختبار في يوم كذا الساعه كذا، فيا ريت نلتزم في مواعيد الاختبار بشكل كامل. الان كلكم معكم جوالات، والجوالات عليها نت، فبتقدر تفوت على الاختبار في اي وقت، لكن يشترط ان انت تكون داخل من ايميل الكليه. اي مشاكل بتخص اللي هو الموضوع هذا لازم تحلها من الان. اذا انت فاتح ايميلك الشخصي مش راح يفوت لا على المحاضرات ولا يفوت على الامتحانات بالمره، فلازم تطلع من كل حساباتك الموجوده وتفوت فقط في حساب الكليه، لانه اذا انت ما فتش في حساب الكليه لا حتشوف محاضرات ولا حتشوف امتحانات، وحتصير تقول والله الامتحان راح علي. لا، احنا بدنا نحل كل المشاكل من الان. يفترض انت تستخدم فقط ايميل الكليه في هذا الامر، تمام. يفترض نلتزم ايضا في مواعيد الكوزات، يعني بديش حدا يقول لي مثلا والله انا بدي احسب الكوز الثاني مكان الاول، انا بديش اقدم الثاني احسب لي الرابع مكان الثالث. لا، ما ينفعش،
بدنا نلتزم في جميع الكوزات، لأنه أي درجة حتروح على الطالب حنضطر إنه ياخذ صفر في هذا الامتحان. فبالتالي يفترض نلتزم في جميع الاختبارات وجميع الواجبات، حيكون في عنا واجبين خلال الفصل. حنعطي فترة كافية اللي هو الواجب نفسه. يفترض يكون في التزام في موضوع الواجبات وموضوع اللي هو الاختبارات. زي ما حكينا الامتحان المساق مش صعب، مساق ممتع وسهل وحلو، انا اشرح لكم ومبسط لكم الامور بقدر الامكان ان شاء الله تعالى. فلازم قبل لا نعمل بث مباشر انك تسمع المحاضره بشكل كامل عشان تعرف ايش بدك تسال وتعرف ايش بدك تحكي في هذا الموضوع. مواضيع اللي هو النقاش مع المدرس كلها بتتم عبر الكلاس روم، يعني ما فيش وسائل اخرى اطلاقا للنقاش عبر المدرس، يعني مع المدرس. يعني مثلا عندنا سؤال، عندنا استفسار عن طريق الكلاس روم عشان كل الطلبه يشوفوا السؤال اللي بنسال والكل يستفيد منه. يعني اي حوارات ثانيه ممنوع تتم عبر طرق غير الكلاس روم، كلها بتتم، كل تعاملنا بتتم عبر الكلاس روم. حنفتح المجال ساعه واحده للطلاب ايضا عشان اذا بده يسال، اذا بده يقترح، اذا بده، يعني بدنا نعتبر حالنا في صف، بنعتبر حالنا في قاعه المحاضره. فحفتح المجال كل اسبوع ساعه، حفتح الكلاس روم، حفتح باب النقاش وباب الحوار. يعني بإمكانك في هذه الساعة تكتب على الصفحة وتسأل، بإمكانك أن أنت تحط تعليقك. يعني طول الأسبوع أنت بدك، يعني المادة تبعتك هذه مش لطول الأسبوع مع المدرس، لا، المدرس معك في المادة هذه لعدد معين من الساعات، لأنه إحنا ورانا مواد كتير ورانا شغل كتير مع الطلاب، فبالتالي أنت لازم تلتزم في الساعة هذه. يفترض أنت تكون زيك زي ما أنت قاعد في الكلية بالضبط، المدرس بتشوفه من إلى مثلا من الساعة للساعة هذه. فيفترض تركز كل اسئلتك وكل حواراتك مع المدرس في الساعه هذه، واضح؟ فيا ريت نلتزم في هذا الامر. وانا حطيت على الصفحه اللي هو الساعه المطلوبه وحنفتح فيها الكلاس روم، بامكانك انك تسال في هذه الساعه. ممكن تسال عبر الكلاس روم، عبر التعليقات او عبر اللي هو الكتابه على الكلاس روم او عبر الايميلات، يعني تبعت الايميل بالايميل المكتوب هو زي ما انتم شايفين تبع هو يعني اللي هو ايميل الكليه. فنتمنى من الجميع الالتزام وربنا يوفقكم ان شاء الله تعالى. حنبدا المحاضرات بدايه من الاسبوع القادم باذن الله تعالى، حنبدا في اول محاضره، تمام؟ حشرح المحاضره وحنزلها مباشره على الكلاس روم. واي سؤال بس، يعني انا مستعد ان شاء الله تعالى ربنا يوفقكم، وكل عام وانتم بخير، يعطيكم العافيه.